بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل حديثنا معكم في موضوع الأحاديث القدسية، ونورد في حلقتنا هذه حديثا من أعظمها، وهو ما رواه الإمامان البخاري ومسلم بسنده عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قوله صلى لنا أي صلى بنا، والحديبية اسم موضع قريب من مكة. وقوله على إثر السماء أي بعد نزول مطر. وقوله أتدرون أراد صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم على طريقة السؤال والجواب، ليكون ذلك أدعى لانتباههم وأبلغ في تعليمهم. في الحديث دليل على أن في نزول المطر وحدوث النعم ابتلاء وامتحانا من الله لعباده، فمن نسب النعم إلى الله فقد آمن بالله وشكر نعمته، ومن نسبها إلى غير الله قد كفر بالله ولم يشكر نعمته. ومن ذلك نعمة المطر، من نسبه إلى فضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بما سواه، ومن نسبه إلى الكواكب فهو كافر بالله مؤمن بما سواه. وهذا الكفر فيه تفصيل، فإن كان يعتقد أن للكواكب والطوالع تأثيرا في نزول المطر فهذا كفر أكبر وشرك أكبر، وهو من قول أهل الطبيعة الذين ينسبون الحوادث إلى تصرف الطبيعة والظواهر الكونية، وهذا شرك في الاعتقاد. وإن كان لا يعتقد أن للكواكب تأثيرا في إنزال المطر وإنما نسبه إليها مجازا وهو يعتقد أن المطر من الله، هذا كفر أصغر وهو من الشرك الأصغر، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره فهو من الشرك في الألفاظ. قال الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ومعنى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون أي تنسبون المطر الذي هو الرزق النازل من الله إلى النجم بأن تقولوا مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا من أعظم الكذب والافتراء. قد روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون أي تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجمي كذا وكذا. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في فتح المجيد: وهذا أولى ما فسرت به الآية، وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، انتهى. وإضافة نزول المطر إلى تأثير الكواكب هو
هو الاستسقاء بالأنواء الذي كانت الجاهلية تعتقده، وهو عبارة عن نسبة المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، فيقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بطلوع النجم أو غروبه. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. والمراد بالجاهلية ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية، ومن ذلك نسبة المطر إلى النجوم. ووصف ذلك بأنه من أمور الجاهلية ذم له وتحذير منه، تارة يصفه بأنه كفر، وتارة يصفه بأنه من أمور الجاهلية، وكلا الوصفين مذموم يقتضي النهي عنه والتحذير منه. ويجب نسبة المطر وسائر النعم إلى الله تعالى، ويجب نسبة المطر وسائر النعم إلى الله تعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، ولا يقدر على إنزال المطر أو حبسه عن مكان وإنزاله في مكان آخر إلا الله جل وعلا. قال الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فمن نسب إنزال المطر إلى الكواكب أو إلى الطبيعة أو المناخ أو الانخفاض الجوي فقد كذب وافترى، وهذا شرك أكبر إن اعتقد تأثير هذه الأشياء في إنزاله، أو شرك أصغر إن اعتقد أن الله وحده الذي ينزله ولكن نسبه إلى هذه الأشياء تساهلا في اللفظ فقط دون اعتقاد له. وهذا مما يوجب على المسلم التحفظ في الألفاظ، وأن تكون ألفاظه متطابقة مع العقيدة الصحيحة، ولا يمكنه ذلك إلا بتعلم العقيدة الصحيحة والاطلاع على العقائد الفاسدة حتى يحذرها. وفيه دليل على وجوب العناية بالعقيدة وعدم التساهل فيها، وفيه دليل على مشروعية التنبيه عند مرور المناسبات على ما يشرع فيها وما لا يشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انتهز فرصة نزول المطر للتنبيه على ما يتعلق به من اعتقاد سليم أو اعتقاد ذميم. وفيه دليل على وجوب العناية بالعقيدة وتعليمها للناس، وأنه لا يجوز ترك الناس على ما هم عليه من خلل في عقيدتهم، كما ينادي به اليوم بعض الدعاة فيقولون: اتركوا أمر العقائد لئلا تفرقوا بين الناس وتنفروهم، دعونا نجتمع على ما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذا خطأ واضح وقول باطل، لأنه لا يمكن الاجتماع مع الاختلاف في العقيدة، ثم هو أيضا مخالف لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب أن نرد ما اختلفنا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما صححاه فهو الحق، وما أبطله فهو الباطل الذي يجب علينا جميعا أن نجتنبه ونحذر منه. فالواجب المناداة بالعقيدة الصحيحة والنهي عما يخالفها في كل مناسبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث دليل على وجوب التفصيل في بيان الحق والباطل من الأقوال وغيرها وعدم التعميم والإجمال، حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم بين كل من الفريقين وبين سبب الإيمان وسبب الكفر عند كل فريق. هذا، ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.